الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الأهلي الهارب أبدى رغبته في العودة مرة أخرى لفريقه السابق كليمارنوك الإسكتلندي. كشفت صحيفة ديلي ريكورد الإنجليزية عن أن كوليبالي أجرى اتصالا مع مدرب فريق كليمارنوك ليناقش عودته مرة أخرى للنادي الإسكتلندي ليلعب مجانا، وذلك بعد حصوله من الأهلي على مبلغ 800,000 دولار. أضافت هذه الصحيفة أن اللاعب قد يدخل في أزمة خلال الفترة المقبلة بسبب شكوى النادي الأهلي له في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب هروبه دون إذن.